يواصل معرض شباب مصر ببني سويف استقبال الجمهور من الزائرين بعد نجاح الدولة في إعادة تأهيله وتشغيله عقب تعرضه لحريق في شهر مايو الماضي. من جانبه جدد شباب المشاركون بالمعرض امتنانهم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة الاستجابة وتوجيهاته بإعادة إعمار المعرض. بسعادة غامرة يستقبل أصحاب المحلات بمعرض شباب مصر ببني سويف الجمهور من الزائرين الذين ظهر إقبالهم على المعرض بشكل ملحوظ. من جديد تعود الحياة للمعرض بعد أن نجحت جهود الدولة في إعادة تأهيله وتشغيله تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وذلك عقب تعرضه لحريق في منتصف مايو الماضي. تاني يوم لما السيد الرئيس الجمهورية أعلن إن لازم الشباب ده الحاجة ترجع لهم تاني، ودي طبعا كانت يعني كل جميع أهل بني سويف، ستات، رجالة، أطفال، حريم، كله كان مبسوط جدا وكله كان بيشكر السيد الرئيس. من جانبهم جدد الشباب المشاركون بالمعرض امتنانهم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة الاستجابة وتوجيهاته بإعادة إعمار المعرض، والذي مثل دعما معنويا وماديا غير محدود ساعدهم بشكل كبير على تجاوز محنتهم. احنا استلمنا المكان، مكان بصراحة جميل، مكان ومنتهى الجمال، مبنى جميل، وبنشكر سيادة الرئيس. من التوجيهات بتاع الرئيس المعرض قام تاني، ونشكر طبعا سيادة الرئيس. ما توقعناش ان احنا هنرجع كده زي الاول واحسن. والله احنا بنتعامل مع زبائن تمام، وكل المنتجات اتغيرت طبعا، وبقى في يعني في بنوفر كل حاجه للزبون، يعني الزبون الطبقه المتوسطه والطبقه الراقيه والطبقه العاديه. ويقام المعرض على مساحه اجماليه تبلغ 2700 متر مربع، ويتكون من 102 من المحلات باحجام ومساحات متفاوته تناسب كافه الانشطه والمنتجات الخاصه بالمعرض.